السؤال اللي دايما بنتسأله، ايه السن المناسب للتقويم؟ الحقيقة التقويم ممكن يتعمل في اي سن، بالعكس التقويم لما بنعمله بيقدر يحافظ لنا على اسناننا وترتيبها وشكل الاسنان بالشكل الصحيح ومظهر السنان اللي بيفرق قوي في ثقتنا بانفسنا. احنا بنبتدي التقويم من امتى؟ شايف من بداية سن 7 سنين، لان في مشاكل كتيرة جدا ممكن نتجنبها لو احنا راعينا الطفل اثناء تبديل الاسنان. مجرد بنلاحظ الطفل ان اسنانه بتبدل بشكل سليم، الطبقة بتاعت سنانه ماشية بشكل مظبوط، واذا كان هيحتاج يعمل تقويم بنبقى مسهلين الامور، او التقويم بيبقى بشكل ابسط لما الطفل بيتابع من سن صغير، فلو هيعمل حتى تقويم هيتعمل بشكل بسيط جداً.